نغم للجهد الهجر الفني والإعلامي. التسجيل والمكسات في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. تم التسجيل والمكسات في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. التسجيل والمكسات في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. تم التسجيل والمكسات في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. مبروك مبروك يا بنت الشيوخ الحرار، والتهنية بالتخرج لازم أبدأها. مبروك يا تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. شوفي الشهادة تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. مبروك يا أسماء قولها بافتخار. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. التسجيل والمكساج في استوديو نغم مبروك يا للإنتاج الفني والإعلامي بافتخار. متخرجة وناجحة يا فرح من جابها. متخرجة وناجحة يا فرح من جابها. مبروك مبروك يا بنت الشيوخ الحرار، والتهنية بالتخرج لازم أبدأها. مبروك. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. شوفي الشهادات من راح تكفوا باكتراب، حزن المكان اللي صعب غيري. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة.